أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. شكرا يا أحمد. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأرسلنا عليكم آية تكررت. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون إذ قال الحق
الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان به كفورا. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون يا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره إن تتقوا الله
سيئاتكم ويغفر لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أحسن، صدق الله العظيم، جزاك الله خيرا. والله ذو الفضل العظيم. صدق الشر
استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا Oh, wait, bud!
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن
الفضل بيد الله يؤتي من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قضى أجلا وأجل مسمى من عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا
كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاء على بصيرة أنا ومن
لقوم يؤمنون. أحسنت. صدق الله. تربيل. Приглашается Хусан Вахабов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقد جعلتم الله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. حسبك. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا صدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنت، صدق الله العظيم، صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون حسبك صدق الله العظيم صدق الله العظيم.
العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
حسبك صدق الله العظيم.
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ну что ж, наступает, пожалуй, самая торжественная минута сегодняшнего праздника. Сейчас мы услышим имена победителей нашего конкурса. Итак, специальный приз от Салах Султана удостоен Исмаил Джон Шункаров, Таджикистан. هناك جائزة خاصة للسيد صلاح سلطان للشاب المبدع إسماعيل جان شونكارف من طاجكستان. المركز الثالث، نرجو الانتباه. أنوار بن غزالي، مالازيا. محمد أنور بن غزالي من ماليزيا. زانر تريتي ميستا. إذن جائزة المركز الثالث لمحمد أنور بن غزالي من ماليزيا. второе место. Мехмет Билир, تركيا. المركز الثاني محمد بيلير من تركيا. Первое место. Амин Амир Пуя, Иран. المركز الأول أمين أمير بويا جمهورية إيران الإسلامية. الفائز بالمركز الأول مسابقة موسكو الدولية 11 لحفظة القرآن أمين أمير بويا جمهورية إيران الإسلامية. Аплодисменты. Ну и, конечно же, всех нас с большим праздником. نهنئ الجميع بهذا العيد الكبير. Сейчас мы находимся у метро ВДНХ, у гостиницы «Космос», где сегодня состоится 11-й международный конкурс чтецов Корана. В прошлом году конкурс проходил в зале Королевский, но, видимо, из-за недостатка мест в этом году было принято решение взять более просторный зал.
В этом году впервые часть билетов на конкурс продается, что вполне объяснимо, потому что снимать такого рода концертный зал тоже не дешевое удовольствие, не говоря уже о том, что сколько обходится приглашение гостей. Но судя по тому, сколько людей находится в фойе, я не думаю, что будет проблемы с заполнением зала. Согласно программке, которую нам раздали организаторы на входе, в программе будет принимать участие около 20 человек. Если говорить об участниках, то на конкурсе были представлены почти 20 стран, таких как Египет, Тунис, Иран и Турция, Кувейт, Марокко, а также Болгария, Эстония, США, Индия, страны СНГ, ну и, конечно же, Россия. Да, действительно, зал заполнился до отказа, а многим не хватило билетов. После приветствия организаторов и гостей и представления жюри началось выступление конкурсантов. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها يا Стоит отметить действительно высочайший уровень участников. Не раз зал восхищенно приветствовал чтецов. Наиболее теплых приветствий по заслугам удостоился самый юный участник конкурса Исмаил Джон Шункуров из Таджикистана. Но и остальные конкурсанты поражали зал красотой своего чтения. Да, судьям конкурса предстоял тяжелый выбор. Пока судьи совещались, праздничная программа продолжилась. Перед гостями вечера выступил юный хафиз Корана Белял Абдулхаликов из Дагестана, а затем член жюри Ибрагим Сабиров. После совещания жюри приняло следующее решение. Специального приза от жюри был удостоен Исмаил Джон Шункуров. Исмаил Джон Шункуров, Таджикистан. Третье место было присуждено Мухаммаду Анвар бин Газали из Малайзии, второе Мехмету Белиру из Турции, а победителем стал Амин Амир Куя из Ирана. Амин Амир Куя, Иран. الفائز بالمركز الأول مسابقة موسكو الدولية 11 لحفظة القرآن أمين أمير كويا جمهورية إيران الإسلامية.